أعلنت أثيوبيا أن كميات الأمطار التي تصل إلى سد النهضة الأثيوبي بلغت أكثر من 600 ألف متر مكعب في الثانية. وقال وزير المياه والري والطاقة الأثيوبي سيليشي بيكيلي أنه في موسم الأمطار الحالي تهطل أمطار غزيرة بالمرتفعات الأثيوبية، ومن المحتمل أن يكون هناك فيضانات على مجرى النهر. وأضاف أن سد النهضة هو حارس لدولتي المصب من خلال تقليل الفيضانات وزيادة المياه أثناء الجفاف، ولكن ليس مهددا كما يزعم.